كم أنا سعيد بالتواجد في هذا الجمع المبارك لأهالي مكة. أنتم تمثلون أهالي مكة، وكل حارة تمثل أهالي مكة، وكل أهل مكة يمثلوا الوطن. الله يحفظ مدينة سلمان. والرؤية للقائد الملهم محمد بن سلمان، ونحن كوطن خائف النظرة من الحرمين الشريفين. وكما قال سيدي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، نحن كيف نكون قدوة؟ وذكرها الدكتور مخلوق، قال تربيتنا وتربيتنا وتربيتنا. والدكتور عدس حينما ذكر معالم مكة وجبالها نحن خارج المنافسة بالرؤية إن شاء الله في كل جزء في وطننا، هي لنا دار. أنا لي برنامج في رمضان وحتحرك في جميع أرجاء الوطن، واسم البرنامج خارج المنافسة. نحن مو فوق المنافسة، إحنا خارج المنافسة في كل شيء إن شاء الله. السلام عليكم.